أما دلوقتي خلينا ناخد حضراتكم ونروح لجولة في المحافظات، أهم الأخبار اللي حصلت في المحافظات امبارح، وهنبدأها من الإسماعيلية واستعداد المحافظة لاستضافة النسخة الأولى لبطولة الأندية البارالمبية. كمان في الإسكندرية تخصيص قطعة أرض لإنشاء منطقة حرفية متطورة ومتكاملة، ده غير توزيع كراتين مواد غذائية على الأهالي الأكثر احتياجا في إينا. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح في المحافظات، خلونا نبدأ من محافظة الإسماعيلية اللي بتجرب استعدادات مكثفة لتوفير عوامل النجاح للنسخة الأولى من بطولة الأندية العربية البارالمبية لتنس الطاولة، واللي هتستضيفها في الفترة من 26 ولحد 28 مارس، وهتكون في الصالة المغطاة باستاد هيئة قناة السويس. في الإسكندرية وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على تخصيص قطعة أرض بمنطقة الحرفيين أمام مشروع بشاير الخير واحد، وده للبدء في تطويرها لإنشاء منطقة حرفية متطورة تستوعب المنشآت الصناعية والحرفية بالمناطق غير المخططة والجاري تطويرها حالياً. ده غير إنه كمان في الإسكندرية تم امبارح تعيين 4374 شاب، منهم 96 قادرون باختلاف بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري. في المنيا هتقوم وحدة حقوق الإنسان التابعة لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بتنظيم فعاليات ثقافية ورحلات ميدانية تزامناً مع الاحتفال بعيد المنيا القومي 103، وهيكون من بينها تنظيم زيارات طلابية لمشروعات حياة كريمة. في الدقهلية عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماع لبحث ومناقشة موقف الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات خدمية عليها، وجه المحافظ بضرورة إنشاء قاعدة بيانات بتضم كافة المشروعات اللي بيتم تنفيذها بمبادرة حياة كريمة والمعوقات اللي بتواجهها والعمل على حلها فوراً. في قنا بدأت مبادرة حياة كريمة بالمحافظة في توزيع كراتين المواد الغذائية على الأهالي الأكثر احتياجاً في جميع أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة، وده طبعاً بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك.